أهلاً ومرحباً بكم متابعي قناة قوي عقلك. اليوم نقدم لكم أقوى 7 كلاب جليدية في العالم، لكن أولاً اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات لكي لا يفوتكم أي شيء ننشره لحظة بلحظة. سابعاً، نيوفاوندلاند. النيوفاوندلاند له صفات مشتركة مع كلاب المستيف مثل كلب سانت براندر والمستيف الإنجليزي، حيث أنه بأرجل صغيرة ورأس كبيرة وعنقه عريض وواسع مثلهم. هو مهيأ للعيش في درجات حرارة منخفضة، ويتشارك أيضا في بعض صفات كلاب الجبال مثل كلب البرانس. سادسا، تشاو تشاو. هو كلب ذو بنية قوية ولديه فرو غزيرا، ذلك ليساعده للعيش والمقاومة في الأجواء الباردة. جمجمته عريضة وأذنه ثلاثية الشكل. مستوى السلالة يتطور ويتطور جيلا بعد جيل، وبجانب هذا فعيناه غامقة وقد تكون سوداء أو بنية أو مدببة الشكل. أنف الغالبية منهم لونها أسود إلا الصفوة منهم، حيث يكون لديها لونا أبيضا، وعوضا عن هذا فالفم عريض مع فك قوي جدا. خامسا، كلب جبل البرانز. هو نوع متعدد الجوانب، نشأ في محيط جبال البرانز في سويسرا، وهو ذو بنية صلبة ومرنة. يبلغ طوله 70 سنتيمترا، ويبلغ طول الذكر بين 48 إلى 51 كيلوغرام، والأنثى ما بين 46 إلى 49. يتميز بفروه الكثيف ذو اللون البني والأسود والأبيض، ومما لا شك فيه إنه يستطيع مقاومة البرد، علما بأنه استخدم ككلب إنقاذ وذلك لذكائه الشديد. رابعا، كلب جبال البرانس. هو أحد أكثر الكلاب انتشارا في العالم، فروه أبيض وهو اللون السائد، ولكن قد يكون مرقعا بالبقع البنية أو الزهرية في الوجه. لكن الشيء الأكثر غرابة أنه يمتلك 6 أصابع في أقدامه الخلفية، وهذا قد سهل على البشر أثناء تعقبهم له في الطرق الجليدية قديما. ثالثا، مولموت ألاسكي. يعتبر أصل هذا الكلب من القطب الشمالي، وهو يعد من أقدم سلالات الكلاب في العالم، والتي قد وظفت لسحب الزلاجات ولقوته العارمة. فقد كان يشد أوزانا كبيرة ويسير بها عبر المئات من الكيلومترات، وبجانب هذا فإنه يتميز بفرائه أنه ذو طبقتين، واحدة سميكة وكثيفة والأخرى السفلية صوفية ناعمة، وهي التي تتواجد في منطقة الرقبة والأكتاف والعانة. لونه الطبيعي هو الرمادي مع الأبيض، ولكن قد تختلف الألوان مع كلب ما. ثانيا، الكلب الهاسكي الصربي. هو كلب معتاد أن يعيش بين الثلوج، ويتميز فرائه بكثافة عالية وتعد الأعلى كثافة بين الكلاب. يستطيع أن يتأقلم مع المكان الذي يعيش فيه، حيث بإمكانه أن يكون ذو شعر طويل وقصير، ذلك طبقا للبيئة التي يتعايش بها. له ألوان عدة، وقد يكون لون لسانه أسودا أو ورديا. أولا وأخيرا، كلب سانت برنارد. يعد أصله من شمال إيطاليا وجبال الألب السويسرية. هو يعد من أشهر الكلاب بجانب كلب البرانس والمستيف السويسري. ينحدر من سلالة ميستن الألب، والذي يقال أنه هجين مع سلالات أخرى مثل كلب التبت والنيوفاوندلاند، وهم جميعا يستخدموا ككلاب إنقاذ في الأجواء الضبابية وكثيفة الثلوج. إذا أعجبك الفيديو اضغط إعجاب واشترك في القناة وقم بتفعيل جرس الإشعارات، ولكي لا يفوتكم أي شيء ننشره لحظة بلحظة. شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء.